من تنخال الرجال احنا نخوة الأبطال يا من تنخال الرجال اللي حتى الغال شايخ يرفض لي ايده بالعالم ارفع نوشد حسابك والهبي يلا معنا عالتحاحي معكم لا حتى الصباحي يلا معنا عالتحاحي معكم لا حتى الصباحي اللي حب الغالي شامخ يرفع لي ايده بالعلا اها مطلوفة شباب مطلوفة يا هلا هو محل الجمعة ونادي لي أبو صلعة العند والله محل الجمعة سلم لي أبو صلعة أبو صصر الجناجري أبو العباية أبو النسر الجماعي العباية أي حضار والله ملقد حي الفقر من حوالي والله ملقد حي الفقر من حوالي يا ابو عبد الله وابو عادل سمعني ضحى قوية وآلف وحدي عالشاهد ما شهد جميل العموري هذولا يا أهل جنيني بالمخيم أنا فخوري ولا جيران على عيونهم اسمع سلوم يلا معنا عدي حاحي معكم يا حتى الصباحي بحيي أبو أسامة يرد الشباب أملاحي يا فيس أهو ولا علي الشيابي هلا بالحبايب يلا معنا حدي حي بصراحة وعودي يلا معنا حدي حي يلا معنا عد حي بحيينا الياسيدية احنا بنحيي كل الموجودين يا صيد وطار حسوس سالم بالغضب كل اللي معنا هون على الخالة فيهم وكل شخص كل نمشي عظيمة جودة يا باكر بيض المعروف اسمع
احنا الشغل نحن الطب بدينا ناخذ والله الحاج اسمع الله واحنا الطب وما ننطق بدينا بناخذ الحاج ابو علي ابو مدينة العوالي ابو السلوى ابو مسعود ابو رافع نزل يوسف نزل نزل على الحبايب بنادي فرعه ويغني الانشاد شوف الشباب هنا خلوكم لحالكم انتم معرفش ليش شباب ضبطوا الصف اللي في الوسط كله هيك صف واحد خلوها بدون تحيات بس ضبطوا الصف اعملوا دائرة واحدة يا شباب صح ولا لا؟ لأنه هيك صارت فوضى أيوة أيوة ألف رحمة على الشهيد جميل عموري وعلى كل شهداء فلسطين جنجري خصوصية ملعب ملعب الحبايب